السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ شو الأخبار؟ أنا عبد الله جميل أبو ماجيك. وش عندنا اليوم؟ تعرفون يا جماعة الخير برامج التواصل المرئي اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، في عندنا تطبيق مرة مشهور اسمه أزار. أعتقد أن كثيرين فيكم يعرفون تطبيق أزار. أنا يا جماعة الخير أحب إني أستخدم تطبيق أزار بين فترة وفترة. اليوم راح أجرب أدخل على تطبيق أزار زي ما أنتم شايفين هنا، وبحاول يعني أتواصل مع الناس وأسوي يعني شوية كوميدي عليهم. أدري إنه أنا ماني هذاك الإنسان اللي مرة كوميدي، لكن يعني أبى أحاول. أوكي، أتمنى قبل ما نخش المقطع يا جماعة الخير أنكم تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة وأنتم مشتركين. ويلا يا ولد خلينا ندخل على أزار. ليتس جو. هلا والله. أرحب يا ذيبان. ألو. والله بخير الله يسلمك، أخبارك أنت؟ والله بخير الحمد لله. أسمع. سم. في بنات. والله ما أدري، أنت داخل البرنامج ذا عشان بنات؟ أكيد. سم. والله ما ظنيت تحصل والله. أفا أروى. إذا أنت رجال ما طلعت وجهك، تبي البنات طلعون وجههم الله يعطيك العافية. لا خلاص. هلا والله مرحبا. يا هلا والله. ارحب يا ذيبان. سم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال يا نفر؟ كيف حال؟ مية مية. كويس انت؟ الحمد لله. انا كويس الحمد لله. ارحب يا ولد. ارحب يا ولد. الله يسلمك، اخبارك يا ولد؟ والله بخير يا بلد. الله يعطيك العافية، أمورك طيبة؟ شلون؟ والله بخير الله يسلمك، أمورك أنت؟ ايش؟ أمورك طيبة؟ والله كلش. علومك زينة؟ شوي شوي. ها؟ وجهك قطعته. يا أخوي هذا الشنب، الشنب لازم أحد الشنب. السلام عليكم. هلا والله بالزين. هلا والله مرحبا. ألعب سوني. ها؟ أبي ألعب سوني. ما ألعب سوني أنا. أنت السلحة. إكس بوكس. كذاب. ما العب فورتنايت. ها؟ لا ما عندي شيء. ارحب يا ذيبان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ورنا وجهك اقول. ورنا وجهك بلا فورتنايت بلا بيض. ورنا وجهك. ما فارقت برا البيت ولا جوا البيت، ورنا وجهك يقول. السلام عليكم. مبروك. ازيك يا برنس، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك يا جدع؟ زي الفل الحمد لله. انت منين؟ احد المسارحة. ها؟ احد المسارحة. انت من احد المسارحة؟ طيب. ها؟ ابشر اعطيك رايك، بس علمني انت من وين. طيب يا جماعه الخير، دحين بجرب البس هذه الباروكه، هذه الباروكه عندي من زمان، بجرب البسها وبشوف ردة فعل الناس عليها ايش. ارحب يا سعود. ارحب. هلا والله مرحبا. أخبارك؟ والله بخير الله يسلمك، اخبارك انت؟ والله تمام. امورك طيبه، علومك زينه؟ والله يا شاهدون. من وين يا سعود؟ والله ونعم. والله وين في الرياض؟ بالغرب. الغرب في الدرعية ولا ف... لا في لبن. ها؟ لبن. لبن ولا حليب؟ زيك يا باشا. سعودي. انا سعودي بس امي مصري. الله يسلمك، انا امي مصرية فعشان كده بتكلم يعني نص سعودي ونص خليجي. ولا سعودي ولا خليجي، شكلك صيني. شكلي صيني عشان شعري بقى كده جاي عامل ايه؟ يا ولد اتكلم. العافية والله. السمبوسة. السمبوسة يا اومي جاد. انا انت مرة اعمى ليه كده؟ ايش بكم كده حقين جدة؟ دقيقة. وانت ليش شكلك كده كانك؟ اول شيء ترى هذه باروكة انا بس حبيت اقول. خلاص. كيف المقلب؟ من وين يا سلطان؟ جدة اخوي، كيف حالك؟ والله بخير الله يسلمك، اخبارك انت؟ مكة؟ ايه في مكة حقنا يو. ايه ابوي كيف حالك؟ والله بخير الله يسلمك، اخبارك انت؟ الحمد لله. ايش اخبارك الدنيا؟ امورك طيبة، علومك زينة؟ وش التسريحة يا رحمه يا رايك بشعري؟ يا مرة يخقي مرة. طيب الحين كيف؟ الله يحرم الشيطان. بالله بسألك سؤال وجاوبني بكل صراحة. سام. يعني بكل شبابية. سام. كم واحد ضفت بالأسهم؟ ها؟ لا قصدني الكلب.
اصل خلينا نكذب الناس يا الله يعطيك العافية يا اخي اصبر يا اخي قاعد اضبط الشعر ما كذا ها يا اخي قاعد مقلب الناس قسم بالله لا تاخذ عني فكرة غلط ها ها اوكي يلا يلا دحين نعيد الدور نعيد الدور اصبر اصبر السلام عليكم هلا مرحبا كيف حالك اسمك انت اسمي عبد الله وانت اسمي عاصم كيف شعري والله شعري الصدقي ايه شعري الصدقي ذا دحين كيف الان مع فقره العضلات يا جماعه الخير اصبروا هلا والله مرحبا ارحب يا ذيباء الله يسلمك امورك طيبه طيبه الله يجعلها رايك بالعضلات يا ولد مره كيف فنانه فنانه ها مره تجيب لك 10 بنات في اليمين 10 بنات يسار كفو والله ما في انت ما في عضله انت انا اشوف انا بس عضلات ايه انت ما في عضلات انت شكرا يا حبيبي سوي لايك ها يستاهل لايك انت كمان سوي لايك انت وجهك ما طلعت انت بتطلع عضلاتك الله يصلحك ها عشان الخال بس عشان كذا وش بام الخيلان انتوا ما تحبون السمر ما فيهم شيء السمر الله يرحمه بالعكس انا احب الخيلان والله العظيم ها الفين والله مكه اول شيء ورنا وجهك زي الناس طف الفلاتر بعدين اسالك كيف ولا شيء ها يعني بالله دحوم الشهري ما دقيت الا الان في الوقت اللي انا قاعد اسجل فيه مقطع لا اله الا الله هلا ابوي الو السلام عليكم سلام ورحمة الله حياك الله كيفك يا صاحبي حياك الله الله يعطيك العافية قاعد اسجل مقطع يوتيوب وانت الان فصلت التسجيل لا ايه لا تسوي كت للمقطع لا ماني مسوي تفضل اسمع مثلا احنا نذكر الرياض موقف ربي دم دم طا عقلن طا من كمل طيب الأغنية لا يا أخي لا تفضحني يا أخي لا لا إيش في الناس تفضحني يا أخي لا تفضحوني أرحب يا ذيبان غني لي صوت صفير البلبلي لأنك ميل جوالك الله يعطيك العافية عدل جوالك لا والله إنك ميل أرفع خله بالطول ما يركب أجل رقبتي ما تركب يا أخوي ها هاي لا 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 ما في لا لا ما في ننزل يوتيوب ياي هلا والله مرحبا ارحب يا ذيبان كيف حالك والله بخير الله يسلمك اخبارك انت والله بخير امورك طيبه علومك زينه كل شيء زين يا عساها دوم أنا في مكة. مكة. إيه نعم أنت من وين؟ أنا حاليا في مكة. وين في مكة؟ حاليا هنا في الشرايع. زحمة ولا ما بزحمة؟ والله زحمة. عينك الله واضح إنها زحمة ما فتحت الجوال شغلت زار إلا عشان الزحمة. ها؟ والله زحمة. انا كده مشيت يا مان والله انك ما مشيت انا والله اني مشيت والله يا خلينا نكمل الحركة يا أخي الله يحطك العافية بس خلينا نكمل الحركة يا أخي مرة ثانية لا تخرب طيب يا جماعة الخير هنا أعتقد بنكون وصلنا لنهاية المقطع إن شاء الله أنكم استمتعتم بالمقطع هذا لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون في القناة إذا كنتم مشتركين الله يعطيكم العافية نشوفكم على خير بإذن الله في المقطع الجاي السلام عليكم